داكشي اللي مو على هاد الناس وتيعايروا وتيضوضوا الفوضى، وحنايا ملي تلاحوا على الدراجين بغينا نفكوا عاد ولينا في الحاله. انتم تشوفوا فيها قطعوا لي جوج الصباع، راه البارحه درت العمليه. لا اله الا الله، بغينا حقنا من هاد الناس. ودركا كيتاهموني في ولادي، دركا ولاو تابعيني انا على ولادي، كيقولوا ولاد الدكاليه، كتقول لكم صابت مات ولدها وتدي ولاد الدكاليه للحبس. هادشي راه ما بغيناش يكون. هاد الناس راه ما شلناش عوضهم، دركا كتهم لي انا ولادي. درنا الخير ولينا متهمين ولادنا، غنصيفطهم للحبس في طريق هاد المجرمه اللي عطاها لنا الله فاز الدوار. ودعينا لله، دعينا لله. كيفاش في البارابور في السطح هو الضحيه، الهبطه اللي هبطوا تلاحوا عليهم هما من الهند بالعصي وبالجناوه، جايين الدريات بناتها بثلاثه، هي ومنانه وواهيبه ونزهق، تلاحوا لي على ولدي. انا في الاول بغيت نفك الضحيه، ضرب لي يدي من الشم، داروا لي على ولدي، مشيت لولدي. اللحظه اللي درت لقيت الضحيه طايحه، هذا هو الواقع اللي وقع، وهي حلفت وفاتها.